لقد صمت لمدة 10 سنوات ولكني لم أكن أصلي، والآن تبت والحمد لله، فكيف أقضيها وهل أطعم عن تلك الأيام؟ الذي لا يصلي ليس مسلماً، حتى لو صام صيامه ما هو صحيح. لو صام وصلى الليل والنهار تراويح ونوافل وهو يترك الفرائض، عباداته غير صحيحة، هباء منثور. ولكن إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة في المستقبل هذا يكفي إن شاء الله، لأنه دخل في الإسلام من جديد. نعم، وليس عليه قضاء، ما دام لا يصلي ليس عليه قضاء. نعم.